ازيكم يا اولاد، ازيكم يا بنات، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم النهارده في فيديو جديد. عارف ان انا اتاخرت شويه بس للاسف عشان انا مش ظابط نومي، انا لسه صاحي حالا. لقيت الجروب عندي كله مليان ميوزيكلي، ما شاء الله كان الميوزيكلي زي الخرا يعني. وبتتضايقوا من طقطقه الصوابع؟ ها، قلت طبعا اقوم واصور لكم الفيديو ده واشارككم البؤس اللي انا عشته من اللي انا شفته ده. بس قبل ما نبدا الفيديو ده خلوني اعرض لكم الامينو بتاعي، مش بتاع الجيم، لا ده ابلكيشن اسمه امينو. هناك احنا بنعمل ايه؟ نزلت فيديو جديد بياخدوا سكرين شوت لكل رياكشن انا بعمله ويروحوا عاملين عليه كوميكس. هفرجكم حاضر، ثواني ماشي. امينو ده عباره عن مجتمع شامل كل حاجه انت عايزها، يعني لو انت مهتم مثلا بالاكل البرتغالي هتلاقي محبين الاكل البرتغالي هناك عاملين جروب، مثلا بتحب الكوره هتلاقي الاهلي جروب الزمالك، يعني حتى لو انت عايز تعمل فيديوهات من اليوتيوب هتلاقي فيه هناك جروب للناس المبتدئين والناس البروفيشنال، فيه هناك بيساعدوا بعض. كان يعني المهم نفتح لماينو بتاعي اسمه بيرجو بالانجلش، وعندنا جمال بيقول لما تفتكر اني سبت البرشام في ورقه الاجابه، ده في رياكشن الفيديو اللي فات، لما اكون ناسي حاجه وافتكرها، لما استفز حد عظيمه دي يا محمد، لما بفكر في خطه شريره. بس هو ابلكيشن فشيخ يعني، انا قلت اشارككم بيه لان انا وعدتهم هناك ان انا هعرض الحاجات اللي عملوها هنا في الفيديو ده، فحملوه يلا انا مستنيكم هناك. ويلا نبدا ايه الفيديو بالظبط كده بالظبط. هاي I promise daddy I will not have a boyfriend. No, not that. I يعني انا بصراحة خفت، يعني سيدة تبلغ من العمر 30 عاما تعمل لي ميوزيكلي تقلد فيه صوت طفل صغير، فده دليل على التوحد وقمة البؤس وقمة ان العمر جري ولا لمحته. قال قال جاني بعد يومين بيحور طب على مين، قال 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 جاني بعد يومين بيحور طب على مين، مش وقت لو عدى انا بابا ومع الاندل بدبابة. يعني حتى البنت مكسوفة بتعمل كده في شعرها وبتبص لنفسها في الشارع، ايه اللي انا بعمله ده؟ اقتلني لو سمحت بقى، ممكن تعالى 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 خد فين تسمع. ايوه نعم اموري عايزه ايه فين تسمع. ايوه تعالج لي يا دكتور بتكبر صدري بتوجع، لا مش هقدر. يعني معلش، والدكتور متفاهم معاها اللي هو دكتور تسمح تعالج لي الياح، طب ايه هو الياح عشان اقدر اعالجه مثلا؟ يعني بص احنا مثلا لو فصلنا الصوت هنا وشغلناه مش هنفهم اي حاجه. بس انا دلوقتي قاعده في العربيه وبقي ما وجعني اهو، بصوا وجنبي واحد بس مش هجيبه، ظهر اهو في الكادر بس اختفى بسرعه، قلع في مناخيري. قلت في مين يا رب يا رب؟ ما تخلينيش بقى مدي ايدي عليا، اقسم بالله انا نفسخني فيها، هتفسخك هفسخني يا بولس. طب انا اعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ او محوشني؟ انت اللي جبته لنفسك. ايه ده؟ الو 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 الو، مين الحلوه؟ انا توتا. اختي ايه؟ اختي بوتا. ايه بوتا؟ انا بابا. انا عايز بابا. بابا هنا. دبات العمر كله اركب وراك، دبات العمر كله اركب وراك. شايفك شايفك يا اللي وقفت الفيديو هنا وعملت زوم، ولد عيب عيب. انا مش هعرض الفيديوهات دي عشان نضحك بس، عشان نضحك بس. طب اهو ها نخش على الفيديو اللي بعده. إلى كوسا سوينا را سكوبي دو بابا يل بوم 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 يل بوم 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 يل بوم 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 بوم. إلى كوسا سوينا. انت عايزة ايه؟ ولا كأننا شفنا حاجة. نعدي عادي. انا حاسس بيك والله من غير ما تقولوا. Ladies, I wanna see you. البنت يا عيني حاطه ايديها في بقها كده،
ومتوترة وهي بترقص. يعني حد جبرك على حاجة؟ يعني انت مثلا لعبت الشايب فحد حكم عليك ان انت تعملي ده، فانت بتفكري مثلا يعني ده ميوزيكلي، بصوا وضعية الفيديو من غير ما افتحه، يعني بصوا عامل ازاي. ده حشم شوية، تعالوا نشوف ده مثلا. ها مش هحرمكم من حاجة، للضحك بس. ولد Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Don't you give up, na na na. I won't give up, na na na. Let me love you. انا مش هقول لك فين الميوزيكلي، بس انا هقول لك فين لبسك. يعني انت كل شويه ترفعي التوب عشان بيتزحلق، لابسه ليه؟ بتصوري بيه ليه؟ يعني ما نلبس حاجه وبعد كده نقلع. يعني انا حاسس ان والله الميوزيكلي قلب على كباريه مثلا. ها اتفضل اتفضل اهو. لا ومعانا المفاجاه دلوقتي ان الفنانه منى فضالي عامله ميوزيكلي والله. وخد بقى ايه المفيد، انها ما بتحركش شفايفها مع الأغنية برضه. الليلة دي هي حاجة مش عارف أوصفها، حتى حاسها قبلية حقيقة زي الشمس شايفها حبيبتي. الليلة دي أحلى منا دي ولا إيه؟ محشي تاريخ ليا، أرد على اللي عفيا، ما لو حطيتكوا في دماغي هلبس إيه في رجلي. انا مش حافظه الاغنيه، ايه رايك افتح الكاميرا كده واوريكوا التاتو في دراعي والتيشيرت المفتوح؟ يلا يلا ليتس هاف فان. يلا نختم باخر ميوزيكلي. انا هقوم ايه انتحر. يلا عايزين حاجه، مع السلامه. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، لان انتوا ما شاء الله دعمكم من الفتره اللي فاتت كان زي الفل. وعاش عاش يا ابطال والله، عاش عاش يا ابطال عاش. وده الهاشتاج بتاعنا على اليوتيوب، عاش يا برجو، وانا بقول لكم عاش يا ابطال. ايوه برضو ابطال. ولو انت مش مشترك في القناه اتفضل تشترك في القناه. يلا انزل انزل يا فندم، هتلاقي الزرار لونه احمر حوله اللون رمادي، وهتلاقي الجرس دوس عليه. تعرف ان السبسكرايب ده دلوقتي على رقم معين، انت لو دوست سبسكرايب هيزيد واحد. الواحد اللي زاد ده مين؟ انت. يعني انت بتخش تزود الرقم، يعني انت شايف الكرم اللي انت فيه. عاش يلا يلا انزل زود الرقم وبس كده. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. عاش يا ابطال.